في مبادرة اجتماعية احتفى أهالي مركز الأضارع بالجوف بالدكتور محمد سيف الله وزوجته فرحات جيمان هنديي الجنسية واللذان عاملا في المركز الصحي على مدى 4 عقود. وتضمن الاحتفاء تكريم الطبيبين بهدايا تذكارية وإقامة احتفالية بحضور مجموعة من الأهالي أهالي الأضارع توديعا للزوجين اللذين انتهت فترة عملهما في المملكة. نستضيف مشاهدينا من استديوهاتنا في الجوف متعب الشمري وهو أحد أهالي الأضارع الذين كرموا الطبيب وزوجته. أهلا بك سيد متعب معنا في نشرة النهار ومساء الخير. لماذا بداية كرمتم هذا الطبيب وزوجته؟ أهلا وسهلا بكم ومساء الخير أخواني بقناة الإخبارية، أشكركم. التكريم بدأ بمبادرة اللي هو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الدكتور خدم بالمنطقة مركز الأضارع أكثر من 40 عام هو وزوجته، ومن مبدأ رد هذا الوفاء الذي قدموا لنا وعاش بيننا كأخو كأب هو زوجته بيننا بالأضارع، سكن بالمركز قرابة 40 عام. تفاجأنا أنه ينهي عقده بعد 40 عام، ففكروا مجموعة أهالي مركز الأضارع أنهم يقدموا شيء لهذا الطبيب وزوجته، فقدموا لهم هدايا ودروع ومبالغ نقدية لهذا الدكتور الذي عاش معنا قرابة نصف قرن يعني. طيب، ما هي أهم المواقف التي تذكرونها لهذا الطبيب وزوجته واللذين يعني عاشا معكم في الأضارع لأربعين عام، يعني أصبحوا يعني من أهالي هذه القرية والمنطقة؟ والله المواقف كثيرة، يعني الرجال الدكتور هذا عاش معنا كأحد أبناء المنطقة، يشاركنا بأفراحنا وبالعزاء ويحاضر ويواصل المجتمع، فعاش معنا ومناسباتنا يحضرها جميعا. وكذلك هو يقوم يعني نفس عادات الأهالي أهالي المركز تعلم وصار مثلها يعتبروا منا وفينا. يعني من ضمن المواقف أنه كان قبل 40 سنة و30 سنة كان يعني أقرب مركز لنا دومة الجندة مستشفى عام، هو مركز صحي يعني يفتح الساعة 7 الصبح، الساعة 4 العصر خلاص يقفل. فلما يصاب أحد الأهالي الساعة 2 بالليل 1 بالليل حالة طارئة، نقوم نطق عليها الباب يعني تقريبا الساعة 2 بالليل، يقوم بروح أو بنفس طيبة هو وزوجته ويخدمون هذا المريض حتى يتم نقله لأقرب مستشفى من مركز الأضارع. كذلك يعني هذه المبادرة أخوي يعني لها الحمد والشكر على أهالي مركز الأضارع قدموها له، وليس هي الأولى وليس هي الأخيرة، كثير يعني قدموا، كانوا في كثير من هذه المبادرات لها الحمد والشكر منطقة الجوف، وليست غريبة على الشعب السعودي لها الحمد والشعب العربي ككل الحمد لله. هذه المبادرة وتعتبر أول شيء لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم صارت خذت صدى إعلامي كبير حتى يعني تواصلتوا معنا عبر قناتكم العزيزة اللي اشكرها، والحمد لله على كل حال. أولا نشكر بعد الدكتور على عاش معنا 40 سنة هو زوجته، والله ما حصلنا أي مشاكل منهم إلى آخر شيء أمس. هو رحلتهم اليوم يا أخوي حسن، رحلتهم اليوم إلى الهند يعني بعد شوي يعني خلاص ما يمدي، ولا كان جبناه هنا معنا. فقدم حتى يقول هذا رقمي ورقم زوجته والواتساب، يقول حتى وأنا بالهند أي استشارة طبية أنا تحت أمركم. يعني الله يعطيها العافية، مبادرة بعد هو يشكر عليها هو زوجته. طيب، مبادرتكم أنتم وتكريمكم للطبيب وزوجته بعد التكريم كيف لمستم مشاعره؟ كيف يعني كان شعوره تجاهكم كأهالي المركز؟ والله شعوره طبعا ما ادري شو ما تنوصف، حتى انه انا سويت علاقة طبعا شخصي بسنابي، فلما سألته السؤال هذا يعني بكى والله، هو الدكتورة كذلك بكت يعني، حتى وقال هو انا الان مسافر للهند ولكن انا مسافر بجسدي، قلبي هنا بالسعودية. يعني صراحة كلامه طيب ويشكرون عليه الله يعافيهم ويحفظهم إن شاء الله.
كيف كان وضع يعني عائلة هذا الطبيب؟ يعني هل أنجب أبناء هنا؟ هل أبناء هناك؟ هو أول ما جاء عام 1403 هجري، وبعدها زوجته بخمس سنوات جت هنا وتزوجوا، وطبعا جابوا ولد وبنت. الآن بنته دكتورة بالهند طبيبة أسنان، والولد ما شاء الله عليه أعمال حرة بالهند، أمورهم طيبة إن شاء الله. ولكن إنهم من عمره 27 سنة إلى الآن عمره تقريبا 67 سنة، يعني الفترة هذه يقول أنا لو رجعت الهند ما أعرف الناس اللي كانوا معايا أيام الطفولة، يقول كل حياتي هنا كمواطن سعودي. طيب فيما يخص العادات والتقاليد في محائل وفي كذلك مركز الأضارع، أو في عفوا في الجوف ومركز الأضارع على وجه الخصوص، كيف كان يعني تلبس الطبيب وزوجته والعائلة بالعادات والتقاليد الخاصة بالمركز؟ هل يعني اكتسبوا أشياء كثيرة ربما ينقلونها لهناك لأبنائهم؟ نعم، خلال 40 سنة اكتسبوا، عاشوا معنا كأنهم سعوديين، كأنهم العادات. يعني أول ما جاء كان ما كان يعرف حتى طريقة الأكل، تعود عليها. الحاجة الثانية اللي هي كرام الضيف، يعني الرجال يقول أشكر أهالي الجوف والمملكة العربية السعودية ككل، يعني استفاد أشياء كثيرة. طيبة أهالي المركز وكذلك منطقة الجوف، تكاتف الجميع، لما يشوف لما يكون في زواج يكون في معونة للزوج أو أي مشكلة تصير، فكان يبادر يا دكتور أنت راجع، قال لا أنا منكم وفيكم، فكان يشارك مبادرات رمزية. فهذه من ضمن الأشياء التي استفاد منها، وراح ينقلها إن شاء الله للهند، وراح هو حتى قال أنا هناك بالهند إن شاء الله اعتبروني أخوكم هنا بلدي الثاني، ويدعو الجميع إذا وصل للهند إن شاء الله أنهم يزورونه، وإن شاء الله أنها ما تنقطع بيننا وبينه إن شاء الله تعالى. طيب هو جلس 40 سنة، هل أتقن اللهجة الشمالية خلال هذا العمر؟ والله تقدر تقول أنه أتقن بعض العادات التقاليد، الكلام الأسلوب، يعني بعض الكلمات الشمالية، يا هلا يا بعد حي كذا، بعض الكلمات أتقنها. طيب أنتم في مركز الأضارع، ما الذي يتميز به هذا المركز؟ كم عدد السكان فيه؟ كيف وضع الخدمات؟ فيه من طرق، من منظومات صحية تعليمية ما إلى آخره؟ مركز الأضارع عدد السكان تقريبا 5000 نسمة تقريبا، فيه جميع المراحل التعليمية، المدارس للبنين والبنات، فيه مركز أمارة، فيه مركز للشرطة، ينقصهم الدفاع، مركز الدفاع المدني، فيه مركز الصحي. هو هذا المركز من 40 أكثر من 40 سنة، وإلى الآن يعني من الصبح للساعة 4 العصر وما في دوام. نتمنى إن شاء الله إن المسؤولين بصحة الجوف إنهم يبادرون، يعني يجعلون الدوام إن شاء الله متواصل. منطقة الأضارع منطقة زراعية تشتهر بزراعة الزيتون والمزارع، كل منطقة تعتبر زراعية، تحيط في المركز جميع الجهات مزارع ومشاريع زراعية، وجوها حلو ممتاز مناسب. تبعد عن سكاكة 80 كيلو، تبعد عن مطار الجوف 50 كيلو، تبعد عن محطة القطار سار 30 كيلو، موقعها مميز على الطريق الدولي، وتشتهر بمياه العذبة والحمد لله يعني، وتنقصها بعض الخدمات. زي استفضل. زي إيش الخدمات اللي تنقصها؟ والله أقول لك الصحة، المستشفى، غير الصحة، الدفاع المدني ينقصها، بنك ينقصها، لأن أضرب مشوار 30 كيلو، يعني في بعض الأمور. نتمنى إن شاء الله المسؤولين منطقة الجوف إنهم يهتموا بالأمور هذه إن شاء الله. في صرافات آلية؟ في صراف آلي لحد البنوك فقط، والبنك واحد هذا صرف واحد، صراف واحد ودائما متعطل يعني، ولا تقدر تودع يعني، بس خدمة لما تبي تودع أو تحول وكذا لازم من بنك ثاني تمشي 30 كيلو. نتمنى إن شاء الله أن يكون في بعض الخدمات بإذن الله، وإن شاء الله إحنا بعد يعني القناة الإخبارية نزوركم هناك ونسوي تقرير عن ما تحتاجونه والأشياء اللي تنقصكم من خدمات
في كافة يعني المجالات. وأنا أشكركم باسم قناة الإخبارية على المبادرة التي قمت فيها، وكرمت الطبيب الهندي وزوجته على خدمتهما في المملكة. نتشرف أن تزورنا قناة الإخبارية. قناة الإخبارية الحين هي ما شاء الله رقم واحد بالمملكة لله الحمد. نتشرف أنها تزور المركز وتشوف وتغطي وتشوف المتطلبات الأهالي، ولها مقصرين الأخوان تلفزيون الجوف والأخ عبد الرحمن الله يعطيها العافية، ما قصر نشيط بالمنطقة الجوف الله يعطيها العافية. وإن شاء الله ولا هي غريبة ترى على منطقة الجوف ككل، يعني في قصص أخوي غير هذه، يعني ما سلط عليها الإعلام. في يعني في أحد الخدم من الجنسية السريلانكية عاملة منزلية، عملت 20 سنة عند أحد الأسر بمنطقة الجوف، بعد ما راحت لها 6 سنوات الآن يمشي لها راتب شهري هنا بالجوف، يعني وهي بسريلانكا خدمت عندهم 20 سنة والآن يمشوا لها راتب وهي بدولتها. في مبادرات كثيرة هنا الحمد لله رب العالمين، الله يجزاهم بالخير بإذن الله. سيتم تسليط الضوء كما تم تسليط الضوء على المبادرة التي قمتم فيها في الأضارع. أنا أشكرك جزيلا متعب شمري من مركز الأضارع، شكرا جزيلا لك، وشكرا لأهالي مركز الأضارع على مبادرتهم.